السلام عليكم واهلا بكم في حلقه جديده من قناه خبراء اللغه الانجليزيه. وان شاء الله النهارده معانا مع حلقه جديده وشرح قاعده جديده من قواعد الازمنه، وهو زمن المضارع التام. زمن المضارع التام زمن مهم جدا، بنستخدمه كتير لما نكون بنعبر عن احداث انتهت في الماضي لكن اثرها لسه موجود في الحاضر، او حدث انتهى من فتره قصيره جدا، او حدث حصل في الماضي ولكن بدون وقت معلوم. وعند دراسه المضارع التام لابد من ان احنا نفرق ما بين المضارع التام والماضي البسيط، لان في فروقات بسيطه ما بينهم لازم نفهمها كويس. بدايه، اذا عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب للقناه. التفاعل على القناه قل جدا يا جماعه، ويعني اتمنى ان لو انت شفت المحتوى مفيد ومناسب لك فما تبخلش علينا بلايك للقناه وسبسكرايب، علشان بفضل دعمكم نقدر نستمر. نبدا مع بعض. زمن المضارع التام استخدامه: يعبر زمن المضارع التام عن حدث بدا وانتهى في الماضي لكن اثره في الحاضر. يعني الحدث بدا وانتهى في الماضي خلاص، بس لسه اثره موجود، النتيجه بتاعت حدوث الامر ده لسه مأثره على الحاضر اللي انا فيه. مثال: I have lost my key. من واضح من التكوين كده ان احنا بنستخدم بعد I و we و you و they الفيرب او الفعل المساعد have، وبعد he و she و it الفعل المساعد has، يبقى have و has، وبعديهم بنستخدم الفعل في التصريف التالي. طبعا هنا عندك lose lost lost، يفقد فقد فقد، فهنا بيقول لك I have lost، يبقى have زي التصريف التالت. I have lost my key معناها انا فقدت مفتاحي، والنتيجه المترتبه عليه في الوقت الحاضر اللي هو الاثر اللي لسه موجود زي ما بنقول I can't open the door، لا استطيع ان افتح الباب. خلاص كده يعبر عن حدث بدا في الماضي وانتهى ولكن اثره ما زال في الحاضر. الحاجه الثانيه: يعبر عن حدث انتهى منذ فتره قصيره. لما اقول مثلا he has just arrived، هو وصل منذ ثواني. خلاص just معناها حالا، تمام، لسه واصل حالا زي ما بنقول بالعاميه. خلاص كده تمام. كمان لو زودنا جمله خلاص هنقول فيها they have moved to London. خلي بالكم كده معايا، they have moved to London، هم انتقلوا الى لندن. لو ما قلت لكش انتقلوا امتى يبقى ما ينفعش الجمله دي تكون في الماضي البسيط. لو قلت لك انتقلوا من اسبوع، انتقلوا من سنه، من شهر، يعني كلمات الماضي البسيط اللي بتعبر عنه زي last year السنه الماضيه، yesterday مثلا، 2 weeks ago، او in 1999 في سنه 1999 وهكذا. اذا لم نجد كلمات داله فبالتالي لا يمكن وضع الجمله في الماضي البسيط، وذلك بسبب ان الجمله غير معروف توقيتها، ممكن يكونوا نقلوا امبارح من سنه، من 10 سنين، من 50 سنه، مش هتفرق معاك. زي have moved to London، استخدام المضارع التام يعبر عن حدث بدا وانتهى في الماضي وهو غير معلوم ميعاد الانتهاء بتاعه، يعني ميعاد الانتهاء بتاع الحدث في الماضي مش معروف، وبالتالي ما اقدرش استخدم ماضي بسيط وبستخدم مضارع تام. من احد الفروق ما بينهم ان الماضي البسيط لو حدث انتهى بتقول لي انتهى امتى، last week، yesterday. اما المضارع التام لو حدث بدا وانتهى في الماضي وما فيش كلمات داله عليه يبقى بستخدم المضارع التام وليس الماضي البسيط. خلاص. يعبر عن حدث بدا في الماضي وما زال مستمرا الى الان. I have lived in Tanta for 20 years. أنا عشت في طنطا لمدة 20 سنة. يبقى أنا عشت ولسه عايش. يبقى المعنى I still live in Tanta. خلاص؟ خلي بالك بقى. لو قال لك I lived in Tanta for 20 years، مهم جدا الجملة دي للثانوية العامة. خلاص؟ I lived in Tanta for 20 years. بمعنى
I live somewhere else now، يعني عملها لك كده وبعدين حط لك نقطة في نفس الجملة وكتب لك جملة تانية وراها، أنا أعيش في مكان آخر الآن. يبقى كده السنوات اللي قضاها في الفترة دي تعتبر ماضي، تعتبر ماضي. فهنا ما ينفعش أستخدم المضارع التام، بستخدم الماضي البسيط، بقول I lived in Tanta for 20 years مش I have lived in Tanta for 20 years. خلاص، خلي بالك من المعنى. تمام. ثلاثة، تستخدم lately و recently لنقصد أن شيئا ما حدث منذ وقت قريب لكن لم يحدد الزمن. I haven't seen her lately، لم أراها مؤخرا. ما شفتهاش من قد إيه، ما ينفعش أحط وقت، لو حطيت وقت يبقى ماضي بسيط. I haven't seen her lately، لم أراها مؤخرا، ما أعرفش من قد إيه، ما أقدرش أحدد وقت انتهاء. تمام كده؟ خلاص؟ تستخدم just و ready في الإثبات، وتستخدم yet في النفي والاستفهام. just معناها حالا، already معناها بالفعل، ومكانهم بيجي ما بين have وما بين التصريف التالت. طلب الثانوية العامة خلي بالك، already ما ينفعش تيجي قبل have، already ما ينفعش تيجي بعد التصريف التالت، ده مكانها بتتسأل عليه في أسئلة تصحيح، خلاص، وأسئلة اختياري. تمام؟ يقول لك I have already ولا I already have، لا بقى أنت عارف إن already just already بتيجي بعد has و have وبيجي بعديهم التصريف التالت. I have already phoned the doctor، لقد اتصلت بالطبيب بالفعل. خلاص. أما yet بتأتي في الجملة المنفية أو في السؤال، مثال بتيجي في الآخر طبعا، تيجي في الآخر طبعا. I haven't phoned the doctor yet، أنا لم أتصل بالطبيب حتى الآن. أوكي. يبقى yet جت في الجملة المنفية، يعني جملة فيها hasn't، يعني جملة فيها haven't. أوكي. خلاص، يبقى جملة منفية تيجي yet في آخر الجملة المنفية أو في آخر السؤال، زي Have you finished your homework yet؟ هل انتهيت من واجبك المنزلي بعد أو حتى الآن؟ خلاص كده، يبقى بتيجي في آخر السؤال، معناها بعد أو حتى الآن. تستخدم ever في السؤال عن خبرة الشخص، يعني لما أقول لك Have you ever been to Paris؟ هل قمت أبدا بزيارة باريس؟ وتستخدم أيضا في المقارنة القصوى التي تبدأ بذا. This is the most expensive car I have ever seen، هذه هي أغلى عربية رأيتها في حياتي. يبقى ليه ever جت هنا؟ علشان the most expensive دي مقارنة قصوى، أغلى عربية، بقارن ما بين العربية دي وباقي العربيات، بقول دي أغلى عربية شفتها في حياتي، وبالتالي تستخدم ever في جملة المقارنة التي تبدأ بذا. واضح كده الجزئية دي؟ يبقى لو لقيت ذا خلاص، وموست أو ليست أو صفة فيها إي إس تي، يبقى دي مقارنة قصوى، يبقى أستخدم فيها إيفر. تستخدم نيفر في النفي بدلا من الأفعال المساعدة، وتعود الأفعال المساعدة هازنت وهافنت إلى حالة الإثبات. لا، عايزين مش نعرفها كده بالراحة. أول جملة بتقول لك إيه؟ نو I haven't been to Paris، لا أنا لم أذهب إلى باريس. طيب جميل، haven't منفية بنوت، have منفية بنوت، اسمها haven't وبعديها الفعل في التصريف التالي. طيب عايز تحط never، هترجع haven't ال have عشان ما يبقاش نفي وراه never بمعنى النفي، لأن never بمعنى النفي مش هينفع تحط نفي النفي. خلاص، هترجع have زي ما هي وهتقول no I have never been to Paris، لم أذهب إلى باريس أبدا. بس كده. طيب مجمع لنا بقى الكلمات كلها الدالة على المضارع التام، وهم since منذ for لمدة lately حديثا. طب نصلح دي، هي معناها لمدة، خلاص لمدة lately حديثا، recently مؤخرا، already بالفعل، حالا just، ليس بعد yet، so far حتى الآن، up till now حتى الآن. وعلى فكرة كلمة so far و up till now بتيجي في آخر الجملة المثبتة أو المنفية أو في السؤال، عادي جدا، ما فيش أي قاعدة معينة ليهم، بتيجي في الآخر خلاص، وممكن تيجي في الأول برضو. تمام.
وملهمش قواعد او ملهمش يعني ترتيب معين في الجمله، في الاول يا في الاخر. خلاص يعني ممكن اقول so far they haven't finished the project، حتى الان لم ينتهوا من المشروع، او اقول they haven't finished the project so far او up till now، حتى الان. ever خلاص ابدا، never ابدا بمعنى لا. خلي بالك في فرق ما بين التعبيرين has او have been to و has او have gone to. لو لقيت has او have been to يبقى معناها الشخص ده ذهب الى المكان وعاد منه. he has been to London يعني now he is in Egypt، هو قد ذهب الى لندن، الان هو في مصر عاد يعني. اما لو قلت he has gone to London، he has gone to London، او في المثال هنا زي ما انتم شايفين كده he has gone to Italy، هو ذهب الى ايطاليا. خلاص كده يبقى معناها ايه لما استخدم gone؟ ان هو لسه هناك، لسه لم يعود الى مصر. خلاص كده تمام. الفرق ما بين since و for، خلي بالك for بيجي بعدها مدة الحدث، اما since بيجي بعدها نقطة بداية الحدث. معلش عايزين نفهم شوية ايه الفرق ما بين since و for. بص تعالى ننزل كده على الجدول الاول نشرح الفرق ما بينهم، بعد نطلع ناخد الامثلة وقاعدة since اللي بتربط ما بين الزمانين هنشوفها دلوقتي. بص كده معايا for بتحسب دايما وراها المدة. بص for 2 hours لمدة ساعتين، for 5 years لمدة 5 سنوات، for a day for 1 day لمدة يوم، for a night لليلة، for the last night لمدة الليلة الماضية، for 2 months لشهرين، for 5 days لخمسة أيام، for ages لوقت طويل، for a long time لوقت طويل، for a season لمدة موسم، for years لسنوات، for a while لفترة قصيرة. يبقى دايما احسب المدة، وممكن تستخدم a خلاص، وممكن تستخدم ذا تمام خلاص كده مع for. اتفقنا؟ تعالى بقى نبص هنا لسنس. سنس هنا ما حسبتش مدة، بقول من الساعة 7 سنس 7 o'clock. لو عايز تحسب استخدم for، وشوف الساعة 7 دي بقت كانت من كام ساعة، ولحد النهاردة لحد دلوقتي الساعة بقت كام، وقول لمدة 5 ساعات لمدة 4 ساعات. انما منذ الساعة 7 يبقى انا بقول نقطة بداية الحدث. تمام؟ سنس 2000 منذ عام 2000، احنا النهاردة في 2019، لو عايز اقول منذ 19 سنة او مقلب على 4 واحسب اطرح 2000 من 2019 يطلع لي 19 سنة، او 419 years او since 2000. تمام؟ since yesterday منذ امس، since last night منذ ليلة امس. خلاص خلي بالك last هنا هتيجي من غير لا a ولا ذا، يعني شايف هنا ذا last night يبقى 4، انما last night بس يبقى since. since april منذ ابريل، خلاص يبقى من شهر ابريل. تمام كده عايز تحسب بفور، عد بقى النهارده احنا في شهر كام، وعد الشهور وقول لمده 5 شهور او 6 اشهر. او since friday نفس الفكره، since then ده تعبير معناه منذ ذلك الحين، since spring خلي بالك for a season لمده موسم، انما من الربيع احسب بقى من الربيع، ما عد عليك ربيع مثلا خريف شتاء يبقى 3 مواسم، انما هنا since spring تفرق عن for a season. since his arrival منذ وصوله. خلاص يا جماعه يلا، اذا جاء مع since فعل واحد نضعه في زمن المضارع التام عادي خالص. she has learned English since 1995، هي بتتعلم اللغه الانجليزيه منذ سنه 1995 عادي جدا. طيب اذا جاء مع since فعلين نضع قبلها المضارع التام وبعدها زمن مضارع، يعني سينس هتكون في النص قبليها مضارع تام اهو زي ما انت شايف has been، خلاص بتدل على المضارع التام، بعديها فعل في الماضي البسيط خلاص، وبكده سينس بيجي قبليها مضارع تام وبعديها مضارع بسيط. she has been in bed، هي كانت في السرير او كانت تنام او نامت. since she arrived home منذ ان وصلت المنزل، خلاص يبقى واضح كده ان arrived home ده الفعل اللي انتهى، هي وصلت المنزل بالفعل وعرفناه وحطيناه في الماضي البسيط، وهي نائمه منذ ذلك الحين. خلاص he has been studying، خلاص هو
وده على فكرة اسمه مضارع تام مستمر. لاحظ ان هاز بين جه وراها فعل اي ان جي، يعني في بين خلاص اللي هي الفعل في التصريف التام، وبعد كده فعل في المضارع المستمر اللي هنبقى ناخده بعدين. She has been studying، هو كان يذاكر. He has been studying since he returned from school، منذ ان عاد من المدرسة. يبقى العودة من المدرسة ده حدث انتهى وهو بيذاكر منذ ذلك الحين. تمام؟ بيقول اذا طلب استخدام سنس بدل من وين نستخدم زمن المضارع التام المنفي. يعني ايه؟ خلي بالك معايا كده. I last saw her when she was a child. خلاص؟ انا اخر مره رايتها عندما كانت طفله. كويس، يبقى اخر مره شفتها من وهي كانت طفله، يبقى انا ما شفتهاش من وهي طفله، صح؟ اشيل بقى last saw her دي واقول I haven't seen her، انا لم ارها كده. خلاص التحويل بتاعك سهل اهو. هتشيل بقى وين وتحط ايه؟ since، وتقول since she was a child. تمام كده. واذا طلب استخدام ago بدلا من for نستخدم الفعل began to قبل المصدر من الفعل الاصلي. She has played tennis for 5 years. She began to play tennis 5 years ago. تاني بقى، انا عندي has played ده مضارع تام، وعندي الكلمه الداله بتاعته for لمده 5 سنوات، صح؟ عايز بقى اخليها ماضي بسيط، ماشي، واستخدم ايه؟ ها ago. قال لك ماشي، عشان تستخدم ago شيل has، خلاص ماشي، وخليك began to play يعني بدات ان تلعب. بدات ان تلعب يعني انت بتقولها لي ماضي بطريقه بدات ان، عشان تخليها برده فين؟ في الماضي. She began to play tennis 5 years ago. تمام؟ خلاص؟ إذا طلب استخدام just بدلا من moment ago نستخدم المضارع التام. She has left a moment، she left home a moment ago. هي غادرت المنزل منذ دقيقة. يبقى she has just left home، هي لسه حالا مغادرة، عشان moment ago معناها من مفيش خالص، يبقى just بتساويها. طيب اذا طلب استخدام since بدلا من for نتبع الطريقه الاتيه. He has worked as a teacher for 5 years. لقد عمل كمدرس لمده 5 سنوات. يبقى نقول زي ما قلنا شرحنا قبل كده. He has worked as a teacher since 2000. على اعتبار مثلا ان السنه 2005، يبقى لو كان عامل من خمس سنة لمده 5 سنين يبقى بدا من سنه 2000 وهكذا. It's 5 years since he worked as a teacher. إنها 5 سنوات منذ أن عمل كمدرس. The last time I met her was 2 months ago. إن آخر مرة رأيتها كانت منذ شهرين. يبقى لم أرها لمدة شهرين. I haven't seen her for 2 months. خلاص كده؟ تمام؟ ده كان شرح زمن المضارع البسيط. اتمنى في نهايه الفيديو اذا عجبكم تعملوا لايك وشير للفيديو، وسبسكرايب على قناتنا خبراء اللغه الانجليزيه للدعم وعلشان استمرار القناه في كل ما هو مفيد في اللغه الانجليزيه. واي حد عنده اقتراحات، اي حد عنده اسئله، اي حد يتمنى يشوف قاعده معينه او زمن معين او اي حاجه تبع اللغه الانجليزيه مشروحه، يتفضل مشكورا يرسل لنا كومنت تحت الفيديو وهنرد عليه على طول ان شاء الله. وكده خلصنا، ومستناكم ان شاء الله في حلقه جديده من قناه خبراء اللغه الانجليزيه. دمتم بكل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.